اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده لا سمك ولا فراخ ولا لحم، يعني ارديحي يا شيف؟ لا مش ارديحي ولا حاجه، احنا حريصين كل الحرص بعد اجازه العيد ولحمه العيد، وقضينا فتره طويله مع لحمه العيد وزحمه العيد، يكون مطبخنا مترتب كده ونعمل البقوليات بشكل جديد. معانا الفاصوليا البيضاء، اخواننا في الشام بيهتموا بيها جدا، بيعملوها مقبلات ومتبل وسلطه وحاجات جميله، احنا بنعملها المصريين يخنة، يعني صلصه طماطم مع فاصوليا حمراء وفاصوليا بيضاء بتبقى لطيفه وجميله. انا هعملها النهارده بالطماطم المسبكه من المطبخ المصري، هنشوف نعملها ازاي، واقدر اضيف لك التركايه الحلوه اللي هي الخبره الطهويه اللي هي الكزبره الخضراء مع التومه مع عصره ليمون مع بعضيها وتغلي كده، بالتاكيد هيكون طعمها مميز. معانا اطفال صغيرين على السفره، هقول لك انا مالي يا ماما بالفاصوليا وانا بتاع فاصوليا؟ لا لا لا، انا عامله لك النهارده مجانج مقليه بطريقه جديده. المجانج دي بتتعمل سندوتشات كلنا عارفينها، انا هعملها النهارده كريسبي كده بخلطه مغازيه حلوه، هنشوف نقليها ازاي في قلب الزيت. معانا كمان لهوات السبانخ والاكل الهيلسي، هنعمل السبانخ النهارده فطيره جميله حلوه بحبه البركه. انا من عشاق المخبوزات، او ان اخواننا اللي بيعملوا المخبوزات لما بيحطوا عليها حبه البركه والسمسم بتجيب الريحه من اخر الشارع. هنعمل فطيره النهارده بالسبانخ مع حبه البركه، بالتاكيد هيكون لها طعم مميز جدا. مطبخنا النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن بطعم جديد ومختلف تماما. عايزين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل بالتاكيد في مفاجات وفي معلومه غير معلومه وافكار بسيطه طهويه، ولكن بفكر بسيط جدا نقدر نوصل للطعم اللي احنا عايزينه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض تفاصيل الحلقه ازاي. احنا معانا النهارده رخله الفاصوليا البيضاء، دي كان زمان طبعا يعني هي لغايه دلوقتي كمان اكله مفضله في الريف المصري والصعيد المصري، ولكن بتتعمل بتسبيكه الطماطم جامده جدا. انا معنى الطماطم لما تتسبك على النار بالتاكيد بتاخدنا لطعم تاني، وبتبقى كمان مميزه جدا مع بطاطس مع فاصوليا بيضاء مع لوبيا ومحبه سوداء، الحاجات الحلوه اللي احنا بنهتم بيها. تعالوا نشوفوا مع مقادير يخنه الفاصوليا البيضاء بالطماطم من غير لا فراخ ولا لحمه. مقاديرها على الشاشه. فاصوليا بيضه بتتغسل وتتنقع من بالليل، نسلقها تبقى جاهزه معانا. معانا طماطم مضروبه في الخلاط، معجون طماطم، معلقه صلصه، بصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. لازم الكمون. ليه لازم الكمون يا شيف؟ علشان الكمون طارد الغازات ومشاكل القولون مع البقوليات، وخاصه فاصوليا، حمص، فول، الحاجات اللي ممكن تعمل لنا ازعاج مع البقوليات مع الكولون ومشاكل الكولون. البصلايه على النار مع معلقه زيت حلوه كده. البصلايه لما بتتحمر تحميره لطيفه بتدي طعم لصلصه الطماطم، احنا متفقين على كده. ولكن لو اتحرقت بتبوظ لي كل حاجه. بصلايه على النار اهي. حلوه قوي، وعيني عليها كده تبقى كلها لون واحد عشان تبقى صلصه الطماطم متسبكه ولها طعم حلو، لان دي فاصوليا بيضة، اي لون للبصله هتغير من شكلها ومن طعمها بالشكل ده كده. ولكن انا مع تحميل البصلايه وهي بتتحمر اداها فليفر حلو قوي. معانا عود روزماري حلو، روزماري مع الفاصوليا البيضاء، جربي. انت ما عملتهاش قبل كده بروزماري، جربي، احنا مع بعض. اذا هي مش هتفيد مش هتخسر. مع البصلايه الحلوه بالتاكيد بتشم ريحه حلوه، ما بتشميش ريحه بصل خالص هنا في الحاله دي. بلاش الزعتر، حطي روزماري. لان الاكله بتاعت النهارده ما فيهاش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن لو عندك شويه شوربه لحمه في الثلاجه طلعيهم ما تبخليش بيهم، عندك شويه شوربه فراخ من امبارح طلعيهم ما تبخليش بيهم. بصلايه تتحمر على النار كده بالشكل ده كده، التومه تتحط بعد تحمير البصله، ده الطبيعي اهو. وهي بتتحمر بنحط معلقه سمنه صغيره، برضو التومه ما تاخدش لون بالشكل ده كده اهو، دي كفايه قوي. بقدر الامكان بلاش الدهون الكتيره. ادي التومه هي بالشكل ده كده، حلو قوي اهو، خلاص كله يختلط مع بعضه. انا بعمل صوص طماطم دلوقتي، او بعمل تسبيكه طماطم لها طعم مميز. البصلايه مع التومه مع العود الروزماري خدوا اللون، خدوا الشكل، بالتاكيد حضراتكم شايفين الطعم الحلو والشكل الحلو، حاسينه طبعا. لما بنقول الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها مش من فراغ.
عندنا طماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه، بننزل بقى بالشكل ده كده. اهي اهي اهي، اللهم صل على النبي. هو ده هو ده. الطماطم بتعمل لي حموضه يا شيف، الله يرضى عليك. نعمل ايه؟ هو ده الكلام. معلقه سكر، معلقه السكر بتشيل الحموضه اللي موجوده في الطماطم، وخاصه لو حط معلقه معجون طماطم. اهي معلقه السكر، ايه ببساطه خالص. بتعملي صلصه بيتزا، بتعملي شوربه طماطم، بتعملي يخنه زي اللي بعملها دلوقتي كده. ونسيبها تغلى على النار تسبيكه. الفاصوليا هنا انا في الامان، مسلوقه وجاهزه زي الفل. ولكن خلونا نقف محطه صغيره كده مع البقوليات، اذا كانت فاصوليا او لوبيا او فول، والحاجات اللي احنا كلنا بنستفيد بيها من البروتين النباتي الحلو اللي هو بديل للبروتين الحيواني، ولكن هو امن بقدر الامكان غير البروتين الحيواني. الفاصوليا والفول والحمص واللوبيا، كل ده علشان لما اجي اتعامل معاه صح استفيد بحاجه كويسه قوي. ايه هو؟ ان انا اغسله من بالليل، وبعد ما اغسله مرتين ثلاثه وانقيها كويس بنقعها في ميه. ميه الفاصوليا، ميه اللوبيا، ميه الحمص بعد ما تتنع بها من بالليل بنتخلص منها ونرميها ونسلق الفاصوليا بميه عاديه. اما ميه القمح لما نيجي نعمل بليله، غسلنا القمح مره واثنين وثلاثه، بعد كده بننقعه في الميه، الميه دي ما تترميش. يفضل ان الصبح نحط عليها معلقه عسل ونشربها. جربي كده الموضوع ده، جوزك نازل على الشغل انت فاجئتيه بكوبايه ميه منقوع فيها القمح من بالليل، حطيت له معلقه عسل وشربها، هتقول له طول النهار نشيط وزي الفل. او تسلقي القمح في قلبها، ده العكس. الفاصوليا غسلناها بالشكل ده كده، وانت بتسلقي الفاصوليا حطي معلقه كمون مع سلق الفاصوليا عشان مشاكل الكولون مع الفاصوليا البيضة. حلو الكلام. انا حطيت معلقه سكر هنا مع الطماطم علشان الحموضه اهو، واحط الملح والفلفل واظبط التسبيكه بتاعتي. بتعمليها بقى باللحمه، الموضوع مختلف شويه. ادي الفلفل الاسود وادي الملح بتاعنا. خلي بالك لو سلق الفاصوليا ما يتحطش عليه ملح، تحط معلقه كمون بس كده، ونسيب الفاصوليا تتسلق على النار. تعمليها بقى سلطه تبقى لطيفه وحلوه مع زيت زيتون، بقدونس ناعم. تعمليها نوع من انواع المقبلات، انا عملتها قبل كده مع طحينه في قلب الخلاط زي الحمص الشام، كان شكلها لطيف وحلو اهو. ناخد الفاصوليا كده، اللهم صل على النبي، نحطها هنا كده. والله لو عندك شوربه لحمه وشوربه فراخ تبقى انت احسن مني، بس انا متعمد ما استخدمش النهارده لا فراخ ولا لحمه في الحلقه بتاعتي خالص. بس في اطفال على السفره ما ذنبهمش حاجه، دايما متعودين على الحاجه الحلوه، فانا جبت لهم النهارده مجانك حلوه هعملها لهم بشكل جديد. ايه الكلام الحلو ده؟ طاقه ايجابيه. انا بقول الكلمه الطيبه، الكلمه الحلوه. الكومنت اللي بنشوفه على السوشيال ميديا على صفحه اكله امي والصفحه الرسميه للقناه الاولى بيدينا طاقه ايجابيه، بيدينا روح تانيه نشتغل، وده المطلوب دلوقتي على فكره. يبقى لا منه ولا كفايه شره زي ما بقول، يعني نسمع كلمه حلوه هنشتغل ونصحى الصبح كده رايقين وزي الفل. اهو معلقه معجون الطماطم انا في امان، حاطط معلقه سكر اقلبها كده، بتغمق لون الفاصوليا بتبقى طعمها حلو. شايف الجوده اهو، واسيبها تغلى على النار بقى لغايه لما هي تتسبك كده براحتها. عشان كده بدات بيها الحلقه بتاعتي. دايما بيقولوا لي يا شيف مغازه هتبدا بايه؟ فانا قلت لهم النهارده الفاصوليا البيضه، لان دي عايزه وقت كبير على النار. الكمون مش هحط دلوقتي ليه يا مغازي؟ علشان الكمون لو غلي كتير بيمرر، وربنا يكفينا شر المرار، قولوا امين. حلو الكلام. بتعملي فول وطبق فول الصبح على الفطار، خلي الكمون جاهز، بس تهرسي الفول بالشوكه، حط على وشه شويه الكمون وعصره الليمون. تاني المعلومه ديت، بتعملي طبق فول على الفطار ما تخليش الكمون يغلي في قلب الطاسه او في قلب الحله. هرست الكمون، هرست الفول بالشوكه، تعصري عليه عصره ليمون مع عصره الكمون كده، والكمون يكون فريش وما تحطش شم ريحته حلوه، هتلاقي البخار طالع مع ريحه الكمون لطيفه وجميله، مشاكل الكولون لا وجود لها. خلينا نطلع فاصل صغير على الفاصوليا بتاعتنا ما تتسبك، ونرجع لفطيره السبانخ الجميله الحلوه اللي هنعملها بعجينه وعجينه الفطاير، هنشوف نعملها ازاي، بالتاكيد لها اسرار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بالتاكيد عندنا اطفال وفي امتحانات الثانويه العامه دلوقتي على ما اعتقد لسه ما زالت شغاله. راجعين عايزين مالهم هم الفاصوليا البيضاء دي، فاصوليا بيضاء اكله من زمان من الزمن الجميل الحلو، هم ما ذنبهمش حاجه، فلازم نعمل لهم برضو حاجه لطيفه وحلوه وفي نفس الوقت يتقبلوها. ميني بيتزا صغيره ماشي، فطاير صغيره، سبانينج رولز، الحاجات الحلوه. انا هعمل لكم النهارده المجانج بطريقه جديده، هنشوف نعملها ازاي تبقى كريسبي، تاكلها كده تبقى لطيفه زي الساندوتش. الفاصوليا شكلها حلو على فكره، اعمل مجانج، اعمل جمبري، عينيا بتروح عليها لان دي اكله امي. فاصوليا بيضة كان زمان مفيش بقى نحط فلا خالص، الفاصوليا البيضة ما هي بروتين، مش محتاجه بروتين حيواني يرفع من قيمتها ولا حاجه، اهم حاجه الشوربه والتخديعه والصلصه تتظبط مظبوط. مقادير المجانج المقليه على الشاشه. معانا دقيق، 4 معالق من الدقيق، معلقتين من النشا، فص ثوم مفروم ناعم، معلقه شبت صغيره، ملح وفلفل في المقادير بتاعتي، وشويه بيكنج باودر، تقريبا معلقه شاي صغيره. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بطريقه. هعمل عجينه كده او خليط نقلي فيه المجانج تبقى كريسبي ولطيفه، ونضمن ان المجانج تشيل من الخلطه دي. مع بعض كده واحده واحده، هنكسر بيضه كده. حلو قوي. ونحط على البيضه دي يا عم الشيف معلقه زيت صغيره. دايما لما بيجي سيره البيض في الاكل، يا اما في الحلويات بنحط فانيليا او عشان الريحه طبعا، يا اما نحط عصره ليمون. احنا طبعا طالما بنستخدمه في الاكل بنحط شويه فلفل اسود. والايس كريم موجود ان شاء الله، شوفوا تابعوا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، وهنعمل ايس كريم تاني مع بعض. انا تبلت دلوقتي البيضه اللي انا حطيتها مع الخلطه بتاعت الكريسبي بشويه ملح، شويه فلفل، حبه بابريكا حلوين، حطيت سنه شبت صغيره اهو، والشكل ده كده حضرتها وجهزتها. بحط كمان فص ثوم، كل ده في خلطه المجانج بشكل جديد بقى. امال الشيف المغازي كده اوانطة يعني ولا ايه؟ لازم يبقى لنا طعم ولنا ايه التركيه بتاعتنا. فص الثوم الني ده كده في الخلطه بالتاكيد بيرفع من الطعم. هنبدا نحط يا عم الشيف معلقتين من الدقيق، 1 2، وعندنا المجانج تقريبا قد ايه؟ دول تقريبا نص كيلو، نحط كمان معلقه. معاهم من النشا معلقتين، طب ليه النشا؟ علشان تبقى كريسبي واسمع صوتها وانا باكلها. كل دول مع بعض ونقلبهم كده. العجينه دي بقى كده زي الفل. هتحتاج معانا شويه ايه؟ ميه ساقعه. شايفين معانا مع بعض اهوت، نشا، دقيق، سنه شبت، فص ثوم ني، ملح وفلفل. ايه الحمار ده جاي منين؟ من سنه البابريكا والبيض. شفت العجينه؟ زي الفل. اقلبها كده كويس، تمام. حلو الشكل ده كده، تمام. هنعمل ايه دلوقتي يا شيف؟ هنخليها زي ما هي كده، ونجيب كسروله زي دي كده، وعندنا زيت شديد الحراره. عندنا زيت يا شيف شديد الحراره. حاضر. طيب تعالوا شوفوا المجانج هنقطعها ازاي عشان نبدا ان احنا نشتغل فيها. بجيبها كده اهو، انا طبعا مش مسيخ شويه اهو، بقطعها بالشوكه بالسكينه كده، واجيب التوزبيكس ده بقطعه نصين واعملها كده اهي. كمان واحده اللي ما خدش باله من الثانيه ياخد باله من شايفين كده اهو. حلو قوي، ادتنينا شكل فراشه كده اهو اهو، شفت اهي. كمان واحده مع بعض. عندنا الزيت شديد الحراره، يعني سخنه كويس كاننا هنحمر مثلا زلابيا، بطاطس مقليه، الحاجات اللي احنا ايه بنحمرها دايما في بالشكل ده كده. الحاجات دي الاطفال بيحبوها قوي على فكره، مش هيعترضوا على الفاصوليا. كمان اخر واحده معلش وعندنا طبعا الكسرولة اللي انا جبتها والخلطه اللي انا عملتها، فيها توم، فيها شبت، فيها البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، فيها معلقتين نشا زي الفل يا عم الشيف. اخلي دول كده قدام عينيا واعمل حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ واحنا شغالين كده بجيب شويه دقيق صغيرين واعفرهم كده، اسمها تعفيره يعني ده او تخبيره، المصطلحات دي بس يعني انتوا مالكوش دعوه بيها يعني، بس لازم تعرفيها عشان تبقي انت عارفه، تشوفي مثلا على حاجات على السوشيال ميديا الحاجات دي كلها تبقي انت عارفها. التخبيره والتعفيره دي ليه يا عم الشيف؟ ايه لازمتها؟ لازم نفهم بنعمل ايه عشان ايه؟ عشان تدي فرصه ان المجانج تشيل من الخلطه اللي انا عاملها، لان الشكل الخارجي للمجانج ملمسها ناعم فمش هتشيل. يهمني التفاصيل دي الصغيره دي شويه دقيق كده زي الفل، تمام. وعند الخلطه اللي انا عاملها دي كده بحطها في الكسروله دي كده
زي الفل. تمام، وعندي الزيت سخن هاخدها هنا واروح عند الزيت بتاعنا. حلو الكلام. واحده واحده كده عشان نحط دول في الزيت ونشوف الوقت معانا قد ايه، عشان معانا فطيره سبانخ عايزين نعملها، الوقت بيسمح لنا هنعملها. احنا تعودنا على الصدق مع الشيف المغازي. هناخد دي كده مع بعض ونيجي هنا كده. اللهم صل على النبي. ونحط دي هنا، نسند عليها دي كده، والزيت اخباره ايه؟ نأمن. حلو قوي. تمام، ناخدها هنا كده. شفت بقى شقاوة مطبخ اهو. فين يا شيف؟ زي ما هي كده اهو. فين؟ واسيبها كده تنزل. واقف في قلب الزيت. تاني اللي بعده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه البساطه دي؟ ايه السهوله دي؟ في قلب الزيت. ولادك هيحبوها. جربيها كده، جربي حاجه جديده. هي المجانك في السوبر ماركت بثلاثه تعريفه، منها الفراخ ومنها اللحمه. اللي بيحبوها تي. زي الفل. سيبوني بقى انا اشتغل كده، احمر لي 30 40 واحده، لان ابني ربنا يكرمه طالع من الامتحان عازم صحابه النهارده وبيثق في مامته، لان مامته بتتفرج على الشيف المغازي، فبالتاكيد يثق فيها لانها تتعلم تعمل اكلات حلوه. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع لفطيره السبانخ نعملها بطريقه جديده، ومعانا يخره الفاصوليا على النار بتتسبك ومجانك حلوه للاطفال الحلوين اللي بيتابعوني. اوعوا تروحوا بعيد، بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع فرد العجينه اللي احنا هنعملها فطاير. احنا بنستغل كل دقيقه وكل ثانيه في البرنامج بتاعنا عشان نرضي حضراتكم ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. معانا فطيره بالسبانخ مقاديرها على الشاشه يا استاذه رحاب بعد اذنك في العجاله. معانا سبانخ مفرومه طازه ومتقطعه. معانا العجينه بتاعتها مقاديرها على الشاشه، كوبايتين من الدقيق، معلقه بيكنج باودر، بيضه، معلقتين من الزيت، ميه دافيه او حليب حسب الرغبه. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر في المقادير بتاعتنا. تعالوا نشوف هنعمل ازاي فطيره السبانخ ببساطه شديده. طاسه على النار شديده الحراره. حلو قوي. ايه الاخبار؟ بنحط زيت زيتون، مع زيت الزيتون هنحط بصلايه ناعمه وتومه ناعمه عشان ننزل بالسبانخ بعد كده. ادي التومه الحلوه، ما نخليش التومه هنا تاخد لون، خلي بالك عشان ما تبقاش مره. بتعملي فته، بتعملي طشه للفته بالخل اللي احنا عارفينها دي، اوعي التومه تتحمر من ايدك. حلوه قوي. معانا شويه كزبره خضراء كده على التومه الحلوه عشان اشم ريحه حلوه. اهو زي الفل. الله، معانا سبانخ مفرومه طازه. اللهم صل على النبي. اهي باخدها كده احطها هنا. كتير يا شيف. هنشوفها دلوقتي السبانخ دي بعد ما بتشم النار ونغطيها على طول بتهبط، واللي انتوا شايفينهم كتير دولت تبقى كميه قليله. السبانخ الطازه موجوده دلوقتي، ممكن تعملي السلق بنفس الطريقه. حلو قوي. سؤال جانا من الكنترول دلوقتي، نعصر عليها ليمون عشان نستفيد بالحديد؟ طبعا، ولكن الليمون دايما يتحط للسبانخ بعد ما تطلع من النار. علل ولماذا؟ علشان الليمون بيسود السبانخ وهي على النار. انا بحط ميه مغليه اهو. شويه كده صغيرين. وهغطيها. بعد دقائق معدوده هنشوف السبانخ دي نزلت وهبطت في ارضيه الحله. واسيبها وانساها شويه. تمام، تعالوا نشوف المجانج اللي في الزيت اخبارها ايه. نبص عليها كده، فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين حبايبي. طلعناها من الزيت، هنغرفها مع بعض في الطبق.
اللهم صل على النبي. نعمل زي الكبابجيه بقى، شويه بقدونس حلوين كده مفرومين في ارضيه الطبق، عشان ولادنا ايه الشكل بيبهرهم على فكره. طلع المجانج الحلوه دي كده، عندك بطاطس مقليه حطيها. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ وحاجه جديده. حلو قوي. مجانج مقليه بطريقه جديده، الخلطه هنا فيها فليفر حلو، فيها توم، فيها شبت، فيها بيض، فيها بهارات، فيها روزماري، فيها زعتر، زي ما انت حب. والاولاد هيحبوها على فكره. ناخدها على فين يا شيف؟ على فين؟ على الكنترول؟ لا لسه هنا اهو. خليها هنا. ممكن تقدمي معاها بطاطس مقليه او كاتشب حسب رغبه ولادك. حلو قوي. نكمل. بص عليها يا حبيب قلبي، والله جيت في وقتك. جيت في وقتك يا حبيبي. ايه اخبار الفاصوليا؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ اهي بص عليها كده، سبكت على النار. الصلصه خدت ونشفت مع الفاصوليا، اتعرفت عليها. حبيت الفاصوليا خدت من لون الصلصه، شربتها، الطماطم اتسبكت. ننزل بالكمون بتاعنا بقى يدلعها. الكمون ده بقى هو اللي ايه؟ هيعالج مشاكل الكولون. الله، تشم ريحه الكمون كده وتيجي رافعها من النار على طول. سنه بابريكا حلوه، انا بحبها سبايسي شويه. شكرا. وارفعها من النار يا عم الشيف بألف هنا، وشيف اللي ياكل منها. دي ممكن كنا ناكلها مع رز ابيض، انا كنت اكلها كده بين ايدهم الله يرحمه. ممكن ناكلها بالعيش تبقى لطيفه. ممكن تسيبها تبرد في الثلاجه تاكليها كسلطه، من نوع من انواع المقبلات. حلو. بس في الحاله دي خلي بالك، انا في الاول حاطط معلقه سمنه، المفروض تكون بزيت الزيتون. حلو. ناخدها نغرفها. الف هنا وشفا للي ياكل منها. فين طبقك يا حلوه؟ تستاهل طبق كبير ده. دي يخنة الفاصوليا البيضة من غير لا فراخ ولا لحمة. عايزة تعملها بقى بكفتة، تجيب الكفتة الضاني تعملها زي داوود باشا. أهلا وسهلا. اللهم صل على النبي. أهي 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 أهي. إيه الحلاوة دي؟ أهي ألف أنا وشفا. زي ما هي كده هحطها هنا. تمام. نوسع الدنيا. حاضر عينيا. انا عايز اعمل الفطيره دلوقتي، ادخلها النار، نكسب وقت مع حضراتكم كده زي الفل، ونتكلم ازاي نعمل فطاير، سواء بنعملها بالسبانخ، اي نوع من انواع الخضار. العجينه ما نحطلهاش خميره خالص، خلي بالك. فاصوليا بيضاء حلوه. طيب معاها رز ابيض للتقديم طبعا على السفره بتاعتنا. اخبار السبانخ ايه؟ نبص عليها كده. ايه الدنيا؟ هو ده الكلام. سبانخ طازه على النار. نقلب كده. مجرد ما بنقلبها خلاص هبطت معانا اهيت زي الفل. الحله كانت مليانه من شويه. سيبها على النار كده. حط عليها شويه الملح الحلوين بقى، البهارات بتاعتنا، التومه فيها كزبره خضراء. زي الفل. بهاراتنا يا عم الشيف، ملح، والملح بيدي لها خضار ولون. فلفل اسود ماشي. الليمون طبعا مش هنضيفه دلوقتي خالص، زي ما قلت لحضراتكم بعد ما بتبرد. عينيه نعمين. لا خالص. بيقولوا لي في الكنترول نحط كربونات عشان يبقى لونه اخضر. لا، لونها اخضر معايا، ما حطيتش كربونات والله العظيم. هو الملح اتحط مع اي خضار، بروكلي، فاصوليا خضراء، سبانخ خضراء، حط رشه الملح مع الميه وهي على النار، يديك الخضار الحلو اللي باين على الشاشه ده. عشان نقول مع بعض بصوت عالي الصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. شفت راحت فين السبانخ؟ هبطت. هاخدها اصفيها تبرد، انا مهتم بيها علشان تبرد شويه، عشان هستخدمها دلوقتي بطريقه جديده. زي الفل. اللهم صل، تعالي هنا يا حلوه. ناخدها كده براحه. فاصوليا السبانخ جاهزه، نجيب كسروله كده بسرعه. اللهم صل على النبي. ومعانا من البيض اتنين. البطين دول حلوين قوي. عينيا
حلو، بعمل حركة لطيفة كده، بحط بصلية ناعمة. حلو قوي مع البطين، معانا شوية بقدونس حلوين مع البطين، عصرة ليمون اللي بنتكلم عليها مع البطين. حلو قوي، دول بنقلبهم كده بسرعة. ليه البيض يا عم الشيف هنا؟ دي احنا بنعلي من القيمة الغذائية بتاعت السبانخ، بنبني الهرم الغذائي، أصبح سبانخ يعني حديد، يعني ألياف، يعني معادن، مستودع كبير من المعادن السبانخ كلنا عارفين، بس عشان نستفيد بيها كويس لازم طبعًا ما نشربش وراها شاي، لازم نحط عليها عصرة الليمون بعد ما تبرد زي ما أنا عملت دلوقتي مع البيض، ونقلب كده أهو، ونقلبها ونسيبها على جنب كده يا عم الشيف علشان هتخش جوه فطيرة دلوقتي، أهو جوه العجينة اللي أنا فارتها، أهو زي الفل، تمام، دي خليكي كده على جنب ثواني معدودة. معانا العجينة بتاعتنا فردناها، نوسع الدنيا كده عشان دي هنحطها دلوقتي في صينية، صينية مجهزينها معانا زي الفل. تعالي يا حلوة، تمام اهو، والعجينة اخبارها ايه؟ جاهزة. العجينة دي ما فيهاش خميرة خالص اهو، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اهي زي الفل. سكينة كده نقطعها من الجناب، الله قطعية حلوة أوي، ناخدها زي ما هي كده في قلب الصينية، اللهم صل على النبي. وعندنا السبانخ بتاعتنا الحلوة زي الفل. احنا بس عايزين نوصل معلومة للسادة المشاهدين ان احنا نجتهد ونسعى لإرضاء حضراتكم كلنا كفريق عمل. فطيرة السبانخ دي هيعزلها من الطايم تقريبا مش أقل من نص ساعة عشان تخش الفرن تستوي. أنا بقفلها دلوقتي مع حضراتكم في الطايم الباقي عندنا، ولكن تقفلها في الفرن بقى الدور عليك انت. اه زي ما هي كده باخدها واحطها هنا في قلب العجينه، الله. طبعا في بيض في المكونات هنا، فانا هنا مطمئن اطمئنان تام ان السوائل دي مش هيبان لها اي اثر خالص. اهو باخدها زي ما هي كده والم العجينه بتاعتي، زي الفل. زي ما هي كده يا عم الشيف، عندنا حبة البركة، بنعمل حاجة حلوة هنا كده. زي الفل، بناخد شوية صلصة من اللي موجودة عندنا. شفت أنا بعمل إيه؟ هو ده الكلام، أه. وندخلها الفرن في درجة حرارة 180، أدي حبة البركة أهي. الله عليك يا عم الشيف، جربيها. شفت الطريقه دي كده اهو، العجينه دي طبعا هتشرب الصلصه اللي احنا نزلناها معاها بالشكل ده كده. وعندنا درجه حراره الفرن 180، ندخلها مع بعض الفرن. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، هندخل دي الفرن مع بعض ونشرح التفاصيل. مكانها هنا في الفرن. تعالي يا حلوه، زي الفل بحبه البركه. صوره فطيره السبانخ من الفرن تتحدث عن نفسها. ايه التفاصيل يا عم الشيف؟ درجة حرارة الفرن معاكي 180، كأنك هتعملي كيكة. بنقفلها في الفرن كده، عازلها من الطايم بما يرضي الله 30 دقيقة، بتطلع معاكي العجينة كريسبي لطيفة لأن فيها بيكنج باودر واخدة سكة البسكويت، ومعانا السبانخ مستوية لأن داخل في مكوناتها بيضة من المكونات، والسبانخ بتاعتنا كلنا عارفين قيمتها الغذائية عالية جدا، ولكن احنا نجتهد عشان نكون مع حضراتكم صادقين، بنعمل كل حاجة وعلى عينك يا تاجر. رؤية فن إبداع. فاصوليا بيض عملناها بالطريقه البسيطه السهله، عملنا مجانك حلوه للاطفال الحلوين، معانا فطيره في الفرن بالسبانخ بتستوي شكلها يحمر مع حبه البركه تبقى لطيفه وجميله. بنشوف الكلام ده كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا ابو غازي؟ بالتاكيد من ماس بيرو. We'll be right back.
We'll be right back.